الصراع قامت أرسيليا بمرافقة الأوضاع في الداخل السوري عن طريق موظفين يعملون هنا. كان تدخل أرسيليا في سوريا يأتي من الحاج الماسي لمساعدة ضحايا الحرب المندلع بين قوات النظام وقوات المعارضة منذ عام 2011. وبالتعاون مع منظمة برام قمنا بدعم عدد من المدارس والمراكز الطبية. الداعم الرئيسي هي منظمة برام بالتعاون مع منظمة أرسيليا، ونحن بنشكر كثير منظمة أرسيليا اللي قدمته هذا العام للمدرسة. منظمة أرسيليا قامت هذا العام بترميم المدرسة بشكل كامل، يعني الشيء اللي كان صعب علينا تقريبا، يعني بعض الضروريات اللي قد ساعدتنا فيه منظمه أرسيليا، يعني قامت بترميم المدرسه بشكل كامل. والله هون الوضع اول ما جينا كان مقبول، هلا من كثرت شوي العالم يعني كل شيء صار اقل من اللي بنحتاجه نحن. تواليتات العفو منك اصعب شيء عندنا، مثل مدينه العتارب وعده احياء من الاحياء الغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. استلام المواد الطبية المقدمة من أرسيليا إيطاليا من صالح مشفى بنش. بسم الله الرحمن الرحيم. تم استلام من منظمة أرسيليا أجهزة ومواد. الأجهزة عبارة عن جهاز تعقيم وجهاز إيكو وأسرة وميزان. نسأل الله منهم القبول وجزاهم الله عنا بالخير. حاليا مستوصف الحضاري، صار لنا فتره يعني صار لنا شيء سنتين تقريبا انه عم نشتغل بدون تطوع، يعني عم نشتغل لله تعالى بالتطوع. متقدم بالشكر لمنظمه أرسيليا بالتعاون مع منظمه مرام، قدمت لنا الاجهزه، جهاز تعقيم ماء زائد حقيبه تعقيم بوفيدون، لكن هالاجهزه كلها بتتطلب الكهرباء. كهرباء ما في عندنا، ما في موجود. في عندنا نقص كثير في انه بعض الادويه وبعض المستلزمات الطبيه، بس نحن بحاجه كبيره انه في عندنا مرضى، في عندنا يعني نقص كثير بالادويه بالمستلزمات الطبيه. بنشكر مؤسسه أرسيليا اللي هي اللي ساعدتنا ببعض الاجهزه والادوات المستلزمه. أرسيليا منظمه أرسيليا مع بالتعاون مع مرام قدموا لنا شويه مستلزمات، قدموا لنا موازين تبع اطفال، قدموا لنا عده تعقيم للحواضن خاصه بالحواضن، قدموا لنا مستلزمات شويه مستلزمات مرتين وثلاثه كذا مره، يعني الجماعه ما قصروا معنا. البسه للكادر. طبعا نحن من خلال معرفنا بالاصدقاء ومعرفنا بالاخوه تعرفنا على منظمه أرسيليا، انه منظمه ايطاليه انسانيه بتساعد النقاط الطبيه في البلد سوريا اللي عم يعاني من ظروف الحرب الانسانيه. وبنوجه نداء لكل المنظمات وبالاخص للمنظمه الكريمه انه نامل منها تقدم لنا المساعدات اللازمه. منظمه مرام أرسيليا الله يجزيهم الخير، قدموا لنا عده شغلات من ضمنها جهاز تعقيم. تم دعمنا بمعدات بدائيه لفتح نقطه طبيه لكي تكون خدمه للقضيه.
فأعطتنا بعض الأسيرة وبعض الأجهزة كالبدائية ومنها ضمادات وإلى آخره في موضوع الإسعافات. أكسيليا بمرافقة الأوضاع انكتب في حلب. طبعا قمنا بدعم مركزين هامين في حلب، مركز في مستوى القصر ومركز القراصي. قدمنا لهذه المراكز أدوات جراحية كاملة خاصة لمساعدة ضحايا الحرب من المدنيين، وعدد كبير من الأسرى وكميات من الأدوية والشاش الطبي وأجهزة التعقيم وجهاز إيكو وأجهزة أخرى. طبعا حلب لها وضع خاص لدينا بسبب حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها. كل ذلك كان بالتعاون مع منظمة مرام.